نقضي على العشوة، ولن نقضي على اللصوص الذين يقتطعون ويهدرون المال العام، إلا إذا تولى زمام الأمور أناس مؤمنون يخافون الله عز وجل. الأمن السياسي لا يتحقق إلا بالإيمان. متى يظهر الاستبداد والقهر والجور؟ عندما يتولى زمام السلطان الفسقة والفجرة، والذين لا يعرفون الإيمان ولا الصلاة ولا طريق المساجد، ولم يقرأوا قط عن عمر بن الخطاب الذي نام تحت ظل شجرة فقيل له أمنت عدلت فأمنت فنمت يا عمر. الإيمان هو السعادة إخوة الإيمان. سعد الرعيل الأول بالإيمان، وساد الرعيل الأول بالإيمان، وانتصر الرعيل الأول بالإيمان. لا سعادة لنا إلا بالرجوع إلى الإيمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى.